أهلا بكم تلاميذنا الأعزاء وزملائنا المحامين الأعزاء. أنا شايف في ناس صغيرين فدول تلامذتنا، والناس الكبار أهلا بهم زملاء أعزاء في هذه المحاضرة. الحقيقة أنا كلفت أو طلب مني هذه المحاضرة الساعة 10 بالليل امبارح في القانون المدني. طب وانا هتكلم في القانون المدني؟ فيعني عملية صعبة، داني اروح ما اروحش اروح، وانا ما اعرفش اهمية المحاضرة والجمع الكبير اللي بيحضروها في اطار معهد المحاماة. يعني ما حصلش معايا اتصال مباشر، اتصال غير مباشر. طب اتكلم فيه طيب، واحنا هنتكلم، ما احنا بنحاضر في الكلية، ما احنا بنقول ونعيد في الكلية ويا ما قلنا وبتاع. فاحنا هنتكلم يعني في يعني مطالعات في القانون المدني، هنتكلم في حاجات عامة لها برضو الأهمية العملية. هنعرف ايه مصادر القانون ومصادر الالتزام، مصادر القانون ومصادر الالتزام، ايه هي مصادر الالتزام، ونفرق بينها وبين مصادر القانون. وحنتكلم في العقد، خصائص العقد وشروطه، وبعدين برضو نتكلم في الالتزام بصفة عامة. هنتكلم برضو في مبدأ سلطان الإرادة بصفة عامة، وإيه تقسيمات العقود، إيه أنواع العقود الموجودة في الدنيا كلها، أنواع العقود اللي ممكن تصورها، والعقود المسماة وغير المسماة. وحنتكلم في قلنا العقد، خصائص العقد، الإيجاب والقبول، متى ينعقد العقد، حاجات مهمة. وبعدين عيوب الإرادة، الغلط والإكراه والتدليس والاستغلال، ويعني اللي حنقوها إذا استطعنا سوف نتكلم في النيابة، إذا كان من الممكن سوف نتكلم في موضوع النيابة في التعاقد. الحقيقة يعني هو التكليف صعب، وطلب مني من 10 ساعات، وأنا ممكن أتكلم في القانون المدني 4-5 ساعات متواصلة، بس بشرط يكون يعني عندي خطة وعارف هتكلم فيه، مفيش مشكلة، ده شغلتنا نتكلم في المحاضرة. وأحيانا تبقى في محاضرات المراجعات في كلية الحقوق بنقعد 3 ساعات نتكلم، مفيش مشكلة. احنا هنحاول على قدر الامكان نفيدكم. وبعدين انا شايف في ناس محامين كبار عتاولة برضو، اللي عاوز يسأل في حاجة ونفتح باب المناقشة، بحيث ان المحاضرة على طول كده يعني الالقاء والاستماع دي مش هي الطريقة المثلى. الحقيقة يعني مش هي الطريقة المثلى، الطريقة المثلى إن تبقى نوع من الكلوك، مؤتمر حوار بين المحاضر وبين الجالسين أو الحاضرين. أبو مالي يا دكتور، فيعني هنتكلم. أنا كان عندي امتحان شفوي في دبلوم الخاص الأسبوع اللي فات، فأنا هنجاوب على الأسئلة اللي كنا بنقولها للطلبة، الأسئلة اللي كنا بنقولها لطلبة الدبلوم الخاص اللي هو الايه الركن الرئيسي في الماجستير في كلية الحقوق، يا خاص يا عام، لازم ياخد دبلوم خاص أو عام، كل اللي عاوز ماجستير. ايه هي بقى مصادر الالتزام ومصادر القانون؟ هي كلها حاجات بسيطة، بس للأسف الشديد احنا بنطلع وما نعرفش حاجات بسيطة وجوهرية. أسباب كسب الملكية مثلا،
تسأل على طالب أسباب كسب الملكية وواحد يسأل في جنه ما يعرفش هي أسباب كسب الملكية. فإيه مصادر القانون؟ القانون بيجي منين؟ من أين يأتي القانون؟ منابع القانون، منابع نهر النيل. منابع نهر النيل بنقول النيل الأزرق والنيل الأبيض. منابع القانون فين؟ مصادر القانون، مصادر القانون اللي عاوز يتكلم يتكلم. التشريع، التشريع يشمل تشريع الأسمى اللي هو الدستور، والتشريع العادي اللي هو القانون. التشريع الأسمى والتشريع العادي، وبعدين التشريع الفرعي أو اللائحة، ليه لوائح تنفيذية ولوائح تنظيمية ولوائح السكينة والضبط والمرافق العامة. دي المصدر الأول، التشريع. مصدر التشريع الأسمى الدستور، مجموعة القواعد التي تنظم أمرين، الحقوق والحريات العامة من ناحية، ومن ناحية تانية العلاقة بين الحاكم والمحكوم. الدستور هو اللي بينظم سلطات الدولة الثلاثة، السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية نمرة واحد. العلاقة بين السلطات، وبعدين انتوا عارفين مبدأ اختصاص السلطات، وكل سلطة تحترم غيرها، ومبدأ اسمه مبدأ ايه؟ الفصل بين السلطات. فصل بين السلطات مش فصل مطلق، هو بدل ما نقول الفصل المفروض مبدأ التوافق بين السلطات، لأن الفصل بين السلطات لا يمكن أن يكون فصلا مطلقا. التشريع العادي بعد كده اللي هو القانون اللي بيصدر عن السلطة التشريعية، وعارفين طبعا كيف يصدر عن السلطة التشريعية. والسلطة التشريعية في مصر سلطتين، البرلمان اللي هو مجلس النواب، ومجلس الشيوخ اللي هو حديث، وتوزيع الاختصاص بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ولكل منهما دور في القانون، في إصدار القانون. إلا أن الدور الرئيسي طبقا للدستور هو دور إيه؟ مجلس النواب اللي هو البرلمان. كيف يصدر القانون؟ معلومات سريعة ربما تكون بديهية، بس معلومات سريعة وحاضرة. سن القانون، القانون زي ما احنا عارفين من سنة أولى، من يوم احنا ما كنا طلبة وبيدرس لنا مصادر القانون الدكتور عبد المنعم الصد، انا خريج كليه حقوق القاهره. مصادر القانون، كيف تصدر السلطه التشريعيه القانون؟ مرحله اقتراح القانون، تقترح لجنه، او اذا كان صادر من مجلس الشعب او جاي من السلطه التنفيذيه، يطرح مشروع القانون على المجلس المناقشة، يناقشه المجلس مادة مادة، ثم يصوت عليه جملة بالأغلبية المطلقة إن كان القانون يشترط أغلبية مطلقة، وبأغلبية الثلثين إذا كان القانون يشترط أغلبية الثلثين في حالات معينة. هي إيه؟ هي حالات إيه الحالات معينة اللي بتشترط أغلبية الثلثين؟ يعني الحالات اللي القانون فيها بيصدر بأثر رجعي، هي دي اللي بتشترط، حالات أخرى. ثم إذا ما صدر القانون من المجلس التشريع المختص بالطريقة التي يحددها الدستور، يعرض على رئيس الجمهورية ليتولى إصداره، يبصم ويختم بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانين الايه الدوله. بيبصم خاتم، خاتم الدوله طبعا قد الاوضه دي كده، خاتم الدوله كبير يعني، عادي خاتم عادي، بس هو لازم يبصم ويختم بخاتم الدوله.
ثم تأتي بعد ذلك مرحلة نشر القانون في الجريدة الرسمية. وإذا ما نشر القانون في الجريدة الرسمية فيفترض أن الكافة قد علموا به، والجريدة الرسمية هي جريدة رسمية تصدر خصيصاً للقوانين ويقابلها بالنسبة للوائح جريدة الوقائع المصرية. وإذا تم نشر القانون فإنه يفترض علم الكافة به. ويسر القانون في الأصل من اليوم التالي لتاريخ صدوره إلا إذا حدد المشرع تاريخاً آخر، ممكن يصدر أول يناير، ممكن يصدر بعد 6 أشهر، ممكن يصدر بعد سنة وهكذا. في حد له تعليق على الكلام ده أو ملاحظات؟ في حد له ملاحظات؟ ما احنا برضو خليها كده، ايه المشكلة ما انتوا ناس أساتذة كبار ومحامين محترمين، اللي له أي ملاحظة يقولها. مراحل إصدار القانون، فمتى صدر القانون فإنه يفترض علم الكافة به، ولا يجهأ ولا يعذر المرء بجهله القانون. ما فيش واحد يقف في دار المحكمة يقول لك أنا ما عرفتش، أنا ما سمعتش عن القانون ده. لا، ما ينفعش. ليه؟ عشان خاطر إيه؟ تحقيقا للعدالة. لأنه لو فتح الباب للادعاء بجهل القانون لا فتح الباب أمام كل من تسول له نفسه يقول لك أنا مش عارف القانون، فحضرة القاضي ما تطبقش القانون ده عليه. فلا يعذر المرء بجهله القانون تحقيقا للعدالة. دي مراحل إيه؟ إصدار القانون. تعرفين التشريع الفرعي واللائحي، إما لوائح تنفيذية تصدر تنفيذا للقوانين، قانون التأمينات الاجتماعية صدر تصدر بعد ذلك لائحة تنفيذية، قانون العمل صدر تصدر اللائحة التنفيذية وهكذا. اللائحة التنفيذية المفروض اللائحة التنفيذية هي قواعد لا تأتي بجديد في القانون، فإذا تضمنت اللائحة التنفيذية جديد أو تعديل كانت هذه اللائحة غير إيه؟ غير إيه؟ غير قانونية، ويجوز الطعن فيها ليس أمام المحكمة الدستورية بل قدام مجلس الدولة. مجلس الدولة ممكن يلغيها ولا لازم المحكمة الدستورية؟ لازم المحكمة الدستورية. إذا كانت مخالفة للدستور تبقى المحكمة الدستورية تلغيها، إذا كانت مخالفة للقانون تبقى مجلس الدولة يلغيها. احنا الكلام اللي بنقوله بنفتح الباب للمناقشة، لو أي حد له استفسار ولا له اعتراض ما فيش حاجة، إيه يعني إيه المشكلة؟ إحنا كلنا بنقرأ وبنفهم، وأنا الحاجات اللي بقولها لكم دي أنا عارفها من أيام ما كنت طالب في سنة أولى في كلية حقوق القاهرة، يعني حاجات قديمة ممكن تغير فيها حاجة. ناس المحامين اللي على صلة تغير في الحاجات دي حاجة. مراحل إصدار القانون ونشره في الجريدة الرسمية ما فيش فيها حاجة. إذن مصادر القانون العرف. بعد ذلك بعد القانون بعد التشريع يأتي العرف. والعرف هو إيه؟ يا من إحنا نسأل في الطلبة إيه العرف يا جماعة؟ قوم يقول لي طالب، يقول لي يبدأ يألف، كل واحد يبدأ يألف يقول لي مش عارف يقول، يعني هو مش عارف يقول كلمة سلوك. الناس بتمشي على حاجة وبتتبعها ومش عارف ايه. فالعرف يعني على طول هو اعتياد، اي اتفضل اتفضل، ايوه هو اعتياد الناس على سلوك معين، ده بتتبعه ده بتتبعه ده بتتبعه، حتى ينشأ لدى الناس اعتقاد به بإلزاميته. ده من الأولاني لاعتياد الركن المادي والإلزام الركن المعنوي للعرف. هل يجوز للعرف أن يخالف قاعدة قانونية؟ لا يجوز إلا إذا كانت القاعدة مكملة. إذا كانت القاعدة المكملة يجوز للعرف والاتفاق إيه؟ مخالفتها كقاعدة في عقد البيع أو في عقد من العقود اللي إيه؟
اللي المشرع بينظمها بقواعد مكملة. تشريع العرف مبادئ الشريعة الإسلامية. نتكلم كلمتين الحقيقة، يعني الدستور نص على أن الشريعة مصدر رئيسي للتشريع، هي مصدر رئيسي المفروض من ناحيتين، القانون بياخد منها، لما بيصدر القانون المفروض ما يكونش مخالف للشريعة الإسلامية، ومن ناحية ثالثة من ناحية تانية في التطبيق القاضي بيرجع للشريعة، بيرجع إلى الشريعة الإسلامية بعد العرف، فإن لم يوجد نص يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف، فإن لم يوجد فمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية. الحقيقة إحنا القانون المصري في الأخذ بمبادئ الشريعة الإسلامية كانت في أيام الرئيس السادات محاولات لتغيير هذه المادة ولإعداد قوانين مأخوذة من الشريعة الإسلامية، وصدرت مجموعة قوانين أصدرها كان أيام الدكتور صوفي أبو طالب من الشريعة الإسلامية، ولكن وقفنا الحقيقة في القوانين المأخوذة. على كل حال فإنه يجب أن نفهم جميعا أن القوانين المدنية، أن القانون المدني ليست فيه نصوص مخالفة للشريعة الإسلامية إلا نص خاص بالفوائد الربوية. قليل من النصوص اللي فكر عليها النص الخاص بالفوائد الربوية، كأن القانون المدني، مجموعة قانون المدني والقانون العمل والقانون التجاري هي لا تخالف الشريعة الإسلامية، وبالتالي تعتبر من قبيل المصالح المرسلة التي لم يأتي بشأنها نص لا بالإباحة ولا بالمنع، لا بالتقرير ولا بالمنع، فتكون نصوص القانون المدني كلها نصوص لا تخالف الشريعة الإسلامية. النصوص اللي بتخالف الشريعة الإسلامية وتتعلق بالحل والحرم هي نصوص القانون الإيه؟ جماعة المحامين، نصوص القانون الإيه؟ الجنائي، نصوص القانون الجنائي اللي هي عاوزة يعني تطبيق الحدود وعاوزة إيه تتوافق مع الشريعة الإسلامية. لكن معظم النصوص ما عدا القانون الجنائي لا تخالف الشريعة الإسلامية. بعد الشريعة الإسلامية، وأنا عجبني نص الحقيقة، كنا بنناقش رسالة في واحد يمني فجايب نص المادة الثانية أو المادة من القانون المدني، فبتعطي بالا واهتماما وأهمية للشريعة الإسلامية، وبتنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول قبل التشريع، وإن التشريعات المفروض تستقى من الشريعة الإسلامية، وإن العرف بعد ذلك يجب ألا يكون مخالفا للشريعة الإسلامية. المادة الأولى عجبتني الحقيقة أوي، قلت يا ريت إحنا نعدل نصوصنا وفقا لنصوص القانون المدني، وأعتقد كثير من القوانين تضع الشريعة الإسلامية أو تعطي للشريعة الإسلامية أهمية كبيرة، زي القانون الإماراتي والقانون العراقي والقانون الإيه الأردني. مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة، دي حتة مهمة جدا. مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة، إيه هي المقصود، إيه هو المقصود بمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة؟ في حد من المحامين الأفاضل كده ممكن يقول لنا إيه المقصود؟ اتفضل. قرينة البراءة فيه؟ لا يعني لا، في الاستثناء من العقاب. في حد تاني يقول حنقول، بس يعني مش واضح الكلام ده. يعني مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة هي المبادئ. القانون الطبيعي لما نقول مجموعة من المبادئ التي تصلح في كل زمان ومكان، والتي تتفق مع جميع القوانين ولا تخالف جميع الأديان،
وهي لما يعني استقرت محكمة النقض واستقر قضانا على أن الإحالة لمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة معناه أن يجتهد القاضي لكي يجد حلا للنزاع المطروح أمامه. أنت قاضي ما فيش تشريع ولا في عرف في المسألة ولا في مبادئ شريعة إسلامية حتى لا تعد منكرا لأداء العدالة وحتى لا ترتكب جريمة نكول في أداء العدالة. ما هو ما فيش قاضي يقدر يقول أنا ما درش أحكم. لما يكون قاضي كده ولا كده يقوم يأجل القضية لما تكبر كده ما يدنه يأجل يجي واحد مجتهد. وأنا ياما الحقيقة كان ليا مستشار صديق قوي يقول أنا ألاقي قضية بقالها تتأجل 4 سنين يقوم أنا أخدها وأتعرض لها وفي شهرين الله يمسيه بالخير بقى كان نائب رئيس محكمة النقد. فطبعا في قضاه بيأجلوا وفي قضاه مجتهدين زي كل الفئات يأجل لغاية لما ايه قضية ميراث مش قادر عليها مش عارف ايه لغاية لما تيجي يتنقل حتة تانية ويسيب القضية. في قاضي مجتهد بيتصدى يقول لك ايه يعني ويبدأ يسأل ده ويرجع للكتب. فهذا هو الايه الاجتهاد. القاضي يؤدي دور الفقيه المجتهد او دور المجتهد فيما لم يوجد فيه نص لا في القانون ولا في العرف ولا في الشريعة الإسلامية. وطبعا اجتهاده يجب أن يبنى على أسس موضوعية. في أي سؤال في المواضيع العامة اللي احنا بنقلب فيها ما أنا بتكلم في مواضيع عامة لأن الحقيقة أنا طلب مني المحاضرة دي من 10 ساعات بس. تفضل ما تقرب هنا عشان نسمع. ايوه موضوع تاني كمان قول. مخالف لمبدأ العدالة واحنا عارفين كده وانتوا عارفين مشكلة قانون الإيجار الأماكن. ما فيش واحد عنده قدرة انه يثير مشاكل الجماهير اللي قاعدة في الشقق القديمة والفلل القديمة. دي مشكلة عامة وعاوزة مجابهتها واعتقد ان عاوزة رئيس جريء وما فيش أجرأ من الرئيس الحالي السيسي واعتقد انه هيطلع القانون ده. اعتقد انه هيطلع قانون ايجار الاماكن لانه الحقيقه هو الظلم بعينه. قانون ايجار الاماكن هو الظلم بعينه. ما انا عارف المحامين لهم اتجاهات مختلفه لكن احنا بنقول كلمه حق. يعني قانون ايجار الاماكن اذا الاستاذ حسين ده عاوز له 3-4 محاضرات نتكلم. ما هو زي ما الرئيس حسني مبارك الله يرحمه واجه قوانين العلاقة بين المالك والمستاجر في التسعينات حصلت مشاكل 3-4 سنين والدنيا هدي برضو دي هتهدى. وده فيه ظلم صارخ وانا بقول وغيري بقول ان قانون ايجار الاماكن او قوانين ايجار الاماكن قلبت الكفة رأسا على عقب وأفسدت العلاقة بين الملاك والمستأجرين. تعاوز تقول أكثر من كده قول. في حضرتك أي تاني في النقطة دي. النقطة الثانية اللي حضرتك أشرت ليها إن مصادر التشريع المصري 4. مصادر القانون المصري التشريع العرف مبادئ الشريعة الإسلامية قواعد العدالة. قبل قواعد العدالة وعلى غرار بعض الدول ألا يمكن للقاضي بعد تعديل التشريع المصري أن يلجأ إلى تشريعات الدول الأخرى أو الدول المتقدمة خاصة وإن القانون الشرع المصري القانون 17 سنة 1999 أحل كتير
لقواعد المنبثقة عن لجنة الأمم المتحدة في معاملات تجارية. طيب أنا ليه ما أحلش زيها ويبقى عندي مصدر قوانين الدول المتقدمة أو المراكز الدولية قبل ما أوصل لقواعد العدالة؟ شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا. هو كلامك وجيه الحقيقة. ان احنا مش انا بقول لك ايه مبادئ القانون الطبيعي القواعد العامة السائدة في كل دول العالم المتمدن والمتحضر. القاضي هو بيجتهد، لو غم عليه ليس ثمة ما يمنع من الرجوع، بس هو القواعد دي موجودة وسهلة ومترجمة، ما هو صعبة يعني الكلام اللي انت بتقول عليه صعب. اتفضل يا استاذ. محامينا فاضل ويعني ممكن يكون في سننا وافضل منا في الخبره العمليه. اتفضل. عفوا، معاليك قلت ان لا يجوز الاعتداء او الاعذار في الجهل بالقانون، في حين ان لسه من وقت قصير جدا اطلعت على او شفت موافعة للدكتور فريد الأستاذ فريد في الدفاع عن حبيب العدل اللي هو حبيب العدل، كان بيقول فيها إن في مرجع كامل بيتكلم عن يجوز الإعذار في الجهل بالقانون. هل الكلام ده مظبوط؟ ومحكمة النقض أيدته في الكلام؟ أيوه، ما هو في الاستثناء، الظروف الاستثنائية، مش إحنا عارفين الكلام ده في الظروف الاستثنائية؟ يعني حرب أو زلزال أو وباء أو فيضان، يعني في إحنا لما كانت سيناء محتلة ومدن القناة محتلة، هل نطالب الناس اللي هم في سيناء وإسرائيل كانت محتلة هنطالبهم تطبيق أحكام القوانين؟ لا، في الظروف الاستثنائية في عذر بالجهل بالقانون. كلامك مظبوط وفعلا في الظروف الاستثنائية. ده في الظروف الاستثنائية. في الظروف الاستثنائية. ايوه. اتفضل. طيب شكرا. هو انت بتميل لمصلحة المؤجرين، بتقول الناس دول بنوها ببلاش وكان العقار كله يتكلف 3-4 آلاف جنيه او 5، وهو حصل على 5 آلاف جنيه. يعني خلينا في ظروف الواقع، يعني في ظروف الواقع. انا والله اتحكت لي الحكاية دي، واحد عنده فيلا في شارع رمسيس باخد منها 20 جنيه، ده مش حاجة تحسر بذمة. فيلا في شارع رمسيس ياخد منها، وفي بعض مستأجرين عندهم رحمة يقوم مثلا يديله 2000، انت ايجارك وديله 2000 لله فبيرحمه. لكن الحقيقة مش لنا دعوة بقى بتكاليف المباني وبتاع، ده وضع، ده عين وممكن يكون محتاج لها وهو وعياله. ولذلك محكمة النقض الحقيقة في قصر الامتداد الى الجيل الاول من ال فيعني هو لا شك. واحنا طبعا مش بنتكلم في قانون ايجار الاماكن، ان قوانين العلاقه بين المالك والمستاجر قوانين عفنه، عفى عليها الزمن، و
هذه العلاقة تحتاج إلى إعادة تنظيم، إلى إعادة تنظيم، إعادة تنظيم على نحو عادل. يتصور مثلا تقول لك والله أنت خلال 5 سنين تدبر نفسك وتطلع، وإن الأجرة خلال 5 سنين ترتفع ارتفاع تصاعدي 50 ل 100 ل 250. يا أستاذ تعال هنا عشان نسمعك. وماله وماله يتكلم تعال عشان نسمعك. زي ما حضرتك بتتكلم كده ما فيش حاجة ينفعش وما تضيعش وقت برضه. لا لا ما فيش. يعني احنا المفروض وحضرتك بتتكلم في موضوعات ينظمها القانون. انما رجالة القانون ده انا اعترض عليه وده انا اعترض عليه مش مجالي. لا ما فيش مشكلة خليه يتكلم. اتفضل. احنا صدرنا رحب وانا في المحاضرة بأفتح الباب للمناقشة في المدرج بتبقى فيه 5 6 مرات أدوكوا ومفيش مشكلة، بس يعني أنت تكون من منطلق محدد. نواس عبد الناصر بيتكلم من مصادر الالتزام وأحكامه أن ليس للمشرع التدخل في العلاقة التعاقدية التي وقرت بين طرفين القرار. كلام جميل. كلام جميل. ليس للمشرع قانون ودستور. ده قانون ده حلو. والمستأجر له حق والمالك له حق. إحنا سيادتك ممكن يعني في كل متفق مع الزيادة القانونية التي يقرها القانون اللي هي الزيادة القانونية، لكن يا سعادة الرئيس أنا راجل ساكن في مصر الجديدة والمالك بيقول لك إن هو مش لاقي جاره زيد مش لاقي يسكن، طب هو الساكن ماله؟ هو لما بنى البيت ما كان أبوه عمل له شقتين أو دورين، إنما الساكن ليس له إن هو علاقة. انت دلوقتي لمصلحة المؤجر ولا لمصلحة المستأجر؟ تتكلم فين يعني؟ ايه؟ تبتدي مع المستأجر. ولا يا استاذ بعدين حضرتك احنا سمعناك وفهمنا انت ايه وانا معاك. يعني تاني بقى دلوقتي احنا اللي بنتكلم فيه دلوقتي ده العلاقات اللي هي الخاصة بالإيجار سواء كانت قرارات سابقة أو قرارات لاحقة وقانون بينظمها، فدي احنا ما نتكلمش فيها. أولاً احنا جبنا نتكلم النهارده يعني معنى كده إن احنا بنرد تعليل القانون، ومعنى كده إن احنا بنبقى مع المالك ومع المستأجر. لا الكلام لا احنا مع العدالة. الكلام ده احنا ناس محامين وفاهمين قانون وبنطبق قانون. احنا دلوقتي عايشين في ظل قانون العلاقه بين المالك والمستاجر، والمشروع ده القانون ده موضوع مقترح لغايه دلوقتي المقترح لسه ما اتعرضش وما اتناقشش، فاحنا على القانون اللي موجود دلوقتي احنا ملتزمين بيه. مش فيه كلام يعني. فيعني عشان بس يبقى ايه اللي عندك عندنا فاهم يعني. فاحنا دلوقتي يا دكتور عايزين نتكلم في احنا مش عايزين نخش في المشاكل. ما هو احنا عايزين المشاكل. لا ما هو هم استاذ حسين هم ناس محترمين وملتزمين وانا متاكد من ناحيه ملتزمين فهم ملتزمين، من ناحيه محترمين فهم اهل الاحترام. ماشي. من ناحية على خلق فهو فعلا على خلق. ماشي. وده المعهد ده الدورة دي او اللي قبلها الدورة دي كمان تحديدا احنا عندنا ما شاء الله المحامين دول احنا من ايه بقى عاملين ايه ده احنا الدورة دي هتطلع طيب ايه بقى تتباهى بقى جمالهم والله الحقيقة تتباهم كل حاجة. شكرا. هي حاجة حلوة جدا. الأستاذ حسين الجمال حريص على إنكم تستفيدوا، وأنا الحقيقة أنا في إمكاني أشرح لكم القانون المدني في 10 محاضرات. قانون المدني اللي هو مصادر التزام وأحكام الالتزام في 10 وال 15 محاضرة في القانون المدني. خلينا بقى نتكلم في مصادر الالتزام. ايه هي مصادر الالتزام؟ ايه هو الالتزام وايه مصادر الالتزام؟ الالتزام علاقة بين شخصين دائن ومدين بمقتضاها
المدين يطالب الدائن بأداء معين، هذا الأداء هو إيه؟ عمل امتناع عن عمل، التزام بإعطاء. هذا الالتزام اللي هو العلاقة بين الدائن والمدين، إذا نظرنا إليه من ناحية الدائن، مش الدائن مش هنقول عليه ملتزم، هنقول عليه صاحب حق شخصي. فالحق الشخصي هو سلطة اقتضاء، سلطة الدائن في اقتضاء أداء معين من المدين، اللي هو ايه؟ عمل او امتناع او اعطاء، اللي هم انواع الالتزام، التزام بعمل كالتزام العامل والتزام الفنان بالتمثيل، والتزام بامتناع عن العمل زي الامتناع التاجر عن المنافسة، والالتزام باعطاء او نقل حق عيني. عارفين الكلام ده كله؟ ما انتوا بتاخدوه في سنة اولى وبتاخدوه في سنة تانية وفي كل حاجة حافظينه ايه رأيكم؟ احنا نتكلم عن خصائص الالتزام وتعريف العقد، وبعدين نتكلم في تقسيمات العقود. العقود تقسيماتها، حقيقة في عقود مسماه وعقود غير مسماه. العقود المسماه، العقد هو توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء أثر قانوني، أو نقله أو انقضاءه أو تعديله. توافق إرادتين بقصد إحداث أثر قانوني، اللي هو الأثر القانوني إنشاء التزامات متبادلة بين المتعاقدين. إنشاء أثر قانوني أو نقله، نقل هذا الأثر القانوني أو انقضاءه، زي التفاسخ والتقايل، برضو اتفاق على إنهاء العقد، أو تعديله اللي هو تعديل آثار العقد. يعني ممكن المتعاقدين عقدوا عقد يعودوا تاني عشان يعدلوا آثار العقد نظرا لتغير الظروف. ده كله يدخل في إطار العلاقة العقدية. لما نقول التزام في إطار القانون الخاص، تبقى هو واجب قانوني، احنا عرفنا مضمون الواجب القانوني، ذو قيمة مالية، وبالتالي يستبعد الواجبات القانونية في مجال الأحوال الشخصية. الواجبات القانونية في مجال الأحوال الشخصية، واجب الزوجة في طاعة زوجها، وواجب الزوج في حسن المعاملة والواجبات الزوجية، إلا يستثنى من ذلك الواجبات اللي لها قيمة مالية، وبرضو بنسميه واجب داخل في إطار الأحوال الشخصية، يقع في إطار القانون الخاص. إذن العقد ينعقد بالتقاء إرادتين، إرادة طرف مع إرادة طرف آخر. أحد الطرفين بيصدر إيجاب، والطرف الآخر بيصدر قبول، ويلتقي وينعقد العقد حينما يلتقي الإيجاب بالقبول. الإيجاب هو عرض شامل جازم للعقد المراد إبرامه، شامل جازم، وبالتالي يفرق بين الإيجاب ومجرد الدعوة للتعاقد، الإعلان اللي بينزل في الجرنان عاوز أبيع كذا وكذا وكذا بدون، يعني ده غالبا ما يكون مجرد دعوة إلى التعاقد. فبيتضمن حتى يكون إيجاب، يتضمن إيه؟ عاوز كده المحامين يقولوا عشان يكون إيجاب صحيح لابد أن يتضمن إيه؟ إيه؟ ما هو الرضا؟ يتضمن إيه؟ يا عم شروط العقد الأساسية المراد إبرامه. لا، شروط العقد الأساسية، عقد بيع تبقى لازم البائع والمشتري، الأطراف، و
الثمن والمبيع وشروط المبيع، هو دي الشروط الأساسية للعقد المراد إبرامه. فإذا تضمن العقد قواعد مكملة أو شروط مكملة فيجب أن يكون القبول موافقا للإيجاب في سائر ما اشتمل عليه، الشروط الأساسية وشروط الايه الثانوية. يعني شروط الثانوية ملهاش مهمة، واحنا قلنا عند الاختلاف يقوم القاضي بتكملتها، وعند النزاع على الشروط الثانوية متى يتم دفع الثمن واين يتم دفع الثمن والحاجات دي. لو في اتفاق كان بقى ما كانش يقوم القاضي بحل المنازعة، الا اذا تضمن الايجاب الشروط الثانوية فيجب ان يكون القبول متضمنا هذه الشروط الثانوية. وبنقول ان الايجاب هو تعبير عن ارادة يصدر من الطرف الآخر يتضمن مطابقة أو موافقة للإيجاب في كافة ما اشتمل عليه من شروط رئيسية ومن شروط ثانوية. متى ينعقد العقد؟ طبعاً أنتوا درستوا نظرية تصدير القبول ونظرية استلام القبول، دي كلها حاجات ايه نظرية، لكن المشرع المادة واضحة قوي، حد من المحامين يقولها كده، متى ينعقد العقد؟ زمان ومكان انعقاد العقد. يا جماعة ده سهل قوي. قولوا بقى حاجة. ايه؟ في الزمان والمكان اللي على رأي الجماعة اللبنانيين عشان خاطر اللي بيعلم فيهما الموجب بالقبول، مش احنا ايجاب وقبول والقبول وصح والقابل بيصدر قبول هيطلعوا في الهواء كده. ففي الزمان والمكان الذي يعلم فيهما الموجب بالقبول. طيب افرض لنا تاني كده معنى ده بعدين نص المادة. ينعقد العقد في الزمان والمكان الذي يعلم فيهما الموجب، في زمان ومكان علم الموجب بالقبول. المفروض ان الموجب بيصدر القبول والقبول يصل الى الموجب في مكانه في منزله. طب افرض جات امراته ولامر ما اخفت هذا الجواب اللي فيه القبول، يعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به، قرينة، ويمكن إثبات عكس ذلك. والله أنت بعت قبول، لكن يثبت بقى بكافة طرق الإثبات إن أنا ما استلمتش، مش أنا اللي موقع القبول، وقع واحد تاني خد الجواب قطعه، ما هي معاملات مالية ذات قيمة بالملايين. تبقى واحد ياخد الجواب ويقطعه؟ لا، يعتبر القانون بقى عشان راح نفسه وصول التعبير إلى الموجب، يعني إلى موطنه قرينة على العلم به ما لم يثبت عكس ذلك، ما لم يثبت عكس ذلك.